السلام عليكم أعزائي الطلبة، أتمنى أن يكونوا جميعا بصحة وبخير وسلامة إن شاء الله. محاضرتنا مع اليوم راح تكون حول تكملة لموضوع الفلترز. بدينا باللو باس فلتر، عرفنا شنو هو اللو باس فلتر والدائرة مالته البلوك دايجرام وكيفية بنائه باستخدام برنامج الملتزم، وثبتنا أنه اللو باس فلتر يمرر الترددات الواطئة ويحجب الترددات العالية. محاضرتنا مع اليوم راح تكون حول الهاي باس فلتر. من اسمه هاي، كلمة هاي معناها المرتفع، باس يمرر، فلتر فلتر يمرر الترددات العالية، معناها هذا يمرر التردد العالي لكن يحجب التردد الواطئ. الخصائص الرئيسية، شوف هذا البلوك simple السيركت سيمبل. شوفوا هذا بما انه احنا ما اتفقنا، مثل ما اتفقنا انه بما انه هذا الخط اللي موجود هنا موجود على الموجة الاسفل، معناها الموجة الواطئة، معناها التردد الواطئ. اذا التردد الواطئ راح يتم حجبه ويمرر التردد العالي. هذا عمله شنو؟ يمرر التردد العالي يحجب التردد الواطئ. فاذا نشوف هذا الرمز، معناه انه هذا الرمز اللي عليه خط اللي هو التردد الواطئ راح يتم حذفه او حجبه والتردد العالي راح يمر. البلوك دايجرام، البلوك دايجرام تماما هو مثل اللو باس فلتر، ايضا كان يحتوي على متسع او مقاومه، لكن هنا بالنسبه للهاي باس فلتر هنا راح يكون المتسعه موجوده بالبدايه والإخراج مالتنا راح يكون على طرفي المقاومة. شوفوا هذا الـ U1 اللي هو الإدخال، وهذا الـ U2 اللي هو الإخراج. الـ U2 حاليا على طرف المقاومة، بينما باللو باس فلتر كانت على طرف المتسعة. واضح؟ الـ Cut Off Frequency اللي هو الـ FG شي يساوي 1 over 2 pi RC. ليش RC؟ لأن العناصر عندي C و R. كذلك عندنا هذا الشكل اللي اتفقنا انه احنا شنو هذه الابروكسيماتلي 70%. احنا اما نستخرج الاف جي اللي هي الكوت اوف فريكوانسي عن طريق حل مباشر، اللي هو انا عندي قيمه المقاومه وعندي قيمه المتسعه، اقول تردد القطع الكوت اوف فريكوانسي يساوي 1 اوفر 2 باي ار سي، راح يكون عندي يخرج بصوره نظريه. بالعملي انا شنو اللي عندي؟ شلون اعرف من اي مكان راح يبدي يمرر التردد العالي؟ عن طريق قلنا احنا هو ان قلنا انه الـ U2، شوفوا طلاب الـ U2 ترى يعني فولتية الاخراج تساوي 70% من فولتية الادخال. تقريبا يبدي يقطع الكوت اوف فريكونسي من هذا المكان اللي هو 70% من الفولتية مالت الادخال. اوكي، هذه بالنسبه للكوت اوف فريكوانسي تماما مثل ما كان موجود باللو باس فريكوانسي. راح نجي للتجربه نطبقها طلاب. اكسبيرمنت، شوف هذا التاسك، شنو الفائده من الهاي باس فريكوانسي؟ ليميتنج فريكوانسي فور ار سي هاي باس فلتر. يقول لك التاسك اكزامن ذا ديبندنس اوف ذا اوتبوت، يعني اختبر اعتمادية الفولتية الخارجة on a frequency على بتردد معين at constant input voltage بفولتية ثابتة، فولتية إدخال ثابتة in a high pass filter. high pass filter، الهاي باس فلتر منين يتكون؟ مثل ما اتفقنا شفناه قبل شوية بالبلوك دايجرام، قلنا متسعة ومقاومة، الإخراج راح يكون على طرفي المقاومة. الدائرة حاليا هذه اللي راح اربطها انا ببرنامج الملتزم تتكون من شنو؟ تتكون من متسعة قيمتها 10 نانو فاراد، مقاومة قيمتها 1 كيلو اوم، عندي هذا فانكشن جنريتر. الفانكشن جنريتر راح تكون عندي الفولتية ب 5 فولت روت مين سكوير، يعني 5 فولت بيك تو بيك، والتردد راح ابدي ب 100 هرتز. راح ابدي ارسم حاليا احتاج متسعة قيمتها 10 نانو فاراد، هذا برنامج الملتزم، متسعة قيمتها 10 نانو فاراد. اما اجي منها او اجي ذن العناصر اللي موجودات هنا او اقول له place component
على الجروبز اروح على البيسك كومبوننتس. بالبيسك شنو اللي احتاجه؟ احتاج انا حاليا كاباستر اللي هي المتسعه. قيمه الكاباستر كان 10 نانو فاراد. ايش قد قيمه الكاباستر؟ 10 نانو فاراد. اوكي شوف هنا وين قيمه المتسعه 10 نانو فاراد 303. خلينا نشوف اكو عندي 10 نانو، هذه واحد مايكرو، كله بالمايكرو. خل اشوف اي رقم بي نانو فاراد وبعدين اغير القيمه مالته. فاراد فاراد هذه كلها فيمتو بيكو. هذه واحد نانو فاراد، قل له اوكي. راح اوضحها هنا كلوز، راح اغير الواحد نانو فاراد اسويها 10. عشرة نانو فاراد هذه قيمة المتسعة. احتاج مقاومة قيمتها 1 كيلو اوم مثل ما واضح هنا، مقاومة قيمتها 1 كيلو اوم. هذه المقاومة اجت قيمة الريزستر، اجي على الريزستر قيمتها 1 كيلو اوم، هذه 1 كيلو اوم، اقول له اوكي. راح اجيب المقاومة اخليها هنا، هذه المقاومة كلوز. المقاومة أنا حتى أرتب الشكل مالتي شوية راح أسوي لها روتيت، رايت كليك أقول له روتيت 90 ديجري كلوك وايز. هسه العناصر كملت عندي، اللي أحتاج متسعة قيمتها 10 نانو فاراد ومقاومة قيمتها 1 كيلو أوم. أحتاج شنو اللي أحتاجه مثل ما هنا مبين عندي بالرسم؟ أحتاج فانكشن جنريتر. فانكشن جنريتر اتفقنا انه الاجهزه موجوده على هذا الجانب، مالتي ميتر، فانكشن جنريتر. فانكشن جنريتر راح اجيب الفانكشن جنريتر هذا مكانه. انا دلني العناصر شويه للفانكشن جنريتر. اوكي راح شنو اللي راح اسوي طلاب؟ راح اربط هسه اني الفانكشن جنريتر الموجب بالفانكشن جنريتر اربطه للمتسعة. خليني احرك الفانكشن جنريتر شوي ارفعه. اوكي اربط المتسعة بالمقاومة، المقاومة ارجع اربطها بالطرف الجراوند. هسه انا ربطت الدائرة كملت، احتاج فقط جراوند اربطه اللي هو الارضي. سورس اروح على السورس اللي هو المصادر، باور سورس جراوند. اوكي جراوند هنا تم وضعه هنا. هسه انا ربطت الجراوند، دائره مالتي كملت. ايش قد احتاج فانكشن جنريتر اجهز بيه؟ شوف الشيت ايش يقول. يقول عندي الفولتيه 5 فولت بيك تو بيك، والتردد 100 هرتز. تردد 100 هرتز هاي وحده القياس هرتز. الفولتية عندي بالشيت مكتوب 5 فولت بيك تو بيك، اذا هنا راح تكون عندي 2.5 لان هاي فولت بيك 2.5 بيك، فبيك تو بيك تصير 5. هسه انا التجهيز كمل عندي. احتاج شنو؟ احتاج فانكشن، احتاج اوسيلوسكوب حتى اشوف انا الاشارة. ايضا اجل هنا هذا واط ميتر، هذا اوسيلوسكوب.
اوسيلوسكوب اوروبا، هذا مكان الاوسيلوسكوب خلينا نخليه هنا. راح شو اللي اربط اني الاخراج مالتي ذني بي شانل اي وعندي شانل بي، واحد من عندهم راح اخليه للادخال والثاني راح اخليه للاخراج حتى نعرض موجة الادخال نشوفها ايش كثر، وبعدين نشوف التغير اللي راح يصير على موجة الاخراج. موجة الادخال هذه خلي شوية هذا الرسم ارتبه شوية، انزل الجو هذه على موجة قبل المتسعة، معناها كأنما أني رابطها على الإدخال. الطرف الثاني راح أربطه للأرضي، بما أنه الأرضي أما أني أجيب أربطه هنا على الأرضي أو أخذ الأرضي أنسخه أقول له كوبي أجيب أرضي هنا ثاني أخليه هو نفسيته أقول له بيست. شوف هذا هنا عندي أرضي يعني حتى شنو حتى الأرضي أجي أربطه هنا مباشرة حتى ما يصير الرسم هو سيعمل. هسه أنا هذا كمل عندي، أجي الجزء الثاني اللي هو شنو اللي هو channel 2 اللي راح يكون الإخراج أربطه على المقاومة على طرفي المقاومة. الطرف الثاني راح يروح للأرضي، أنا جبت الأرضي خليته هنا فهذا راح يروح للأرضي. هسه كدائرة كملت عندي واضح. شو اللي يحتاج؟ أحتاج فقط أشغل الدائرة، اتفقنا إنه من هنا أشغل وأطفي الدائرة. هسه أنا شغلت الدائرة، راح شنو راح أجي أعرض الأوسيلوسكوب أشوف الإشارة مالتي. شوف هذه الإشارة اللي عندي حاليا، راح أقلب أسوي لها ريفيرس حتى تصير الخلفية الشاشة خلفية الشاشة بيضاء. هسه أنا شو اللي هنا ما راح أقدر أميز موجة الإدخال من موجة الإخراج، اثنين لونهم أحمر. راح أنا شو اللي أسوي؟ راح أطفي الدائرة، موجة الإخراج راح أغير لونها من هنا. هسه أنا وين موجة الإخراج؟ هذا اللي هو على شانل بي، اغيره من اللون الاحمر اسوي مثلا لون ازرق. اوكي اوكي شغل الدائره مالتي. شوف هسه انا ايش اقول ما تغيرت بقى لونها احمر، اقول لك نعم انا عندي هذا شانل اي وهذا شانل بي وهذا عندي هنا غير التايم. شانل اي كان للادخال، شانل بي للاخراج. بعاني هنا أنا بما انه 5 معناها كل مربع من ذن المربعات يمثل لي 5 فولت، وبالتالي شوف هسه هذه الموجه لو اصعدها شويه لفوق راح تمثل لي 5 فولت. انا شو اللي راح اسوي حتى اراويك انه الموجه الثانيه اللي هي موجه الاخراج موجوده اللي هي لونها ازرق، راح اخلي هنا أنا بالشانل بي كل مربع يمثل لي 2 فولت. يعني المفروض الموجه مالتي كل مربع يمثل 2، الموجه مالتي المفروض تشغل 2.5. شوف كل مربع يمثل 1، هم ما ظهرت عندي شيء زين. هاي الموجه مالتي وين راحت؟ كل مربع يمثل لي نص، كل مربع يمثل لي 2 بالعشرة. استوعبت تظهر الموجه شنو معناها طلاب؟ هذه هاي مو معناها انه حلك خطا، هذه معناها انه اني هذا الفلتر ده يشتغل عندي. ليش؟ لان اني هذا الفلتر التردد الواطئي حجبه ويمرر التردد العالي. حاليا اني شقد عندي التردد مالتي جدا واطئ اللي هو 100 هرتز، ف 100% ما راح يظهر هنا الفولتيه. كانما شقد عندي الفولتيه؟ كانما شوف 15 ملي فولت عندي الفولتيه بشانل بي، جدا قليله كانما زيرو. واضح؟ هذه والشانل اي 5 موجودة عندي، بحس الشانل اي من اجي اقيس هذا الشانل بي، جت شانل اي اللي هو لونها احمر اقول له ماكسيمم. شوف ايش كثر قيمتها؟ 2.5. يعني شنو؟ يعني 2.5 بيك معناها 5 بيك تو بيك. اجي لهذا اشوف جت قيمته، هذا مدى الحركه مالته علي من على الموجه الحمراء، انا ما احتاج هنا انقر نقرتين هنا على الموجه. شوف هسه بدا يتغير وين؟ نغيره بدا يتغير، فقط اقول له ماكسيمم حتى يقرا لي
كثر؟ شوف الغراليه 15.7 ملي فولت، واضح؟ هذا شو اللي عندي اني هسه اني من عندما كان التردد قيمته 100 ما مرر اي اشاره، حجب كل الاشارات اللي هنا ترددها قليل. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه شوف بالشيت انا شو اللي منطيك اياه، جايين لك انه اريدك من المية تحرك للواحد كيلو، هاي تشوف النتيجة ايش كثر، دور 5 كيلو تكتب لي النتيجة ايش كثر صارت بالاخراج، تغير التردد تسوي 10 كيلو تشوف ايش كثر النتيجة. هسه انا راح اغير مباشرة للعشرة واراويك ايش كثر راح تكون، هاي انت سويهن. اجي اني هسه اغلب الدائرة مالتي، اغير التردد احوله الى 10 كيلو هرتز، 10 هذه كان هرتز هنا وحدة القياس. حاليا سويته 10 كيلو هرتز، طبعا هنا الموجة ساين، شغل الدائرة مالتي، شوف هسه بدأت تشتغل عندي هذه الموجة. خلينا ننتبه، أنا هسه راح أغير بالتايم حتى أشوف الموجة بصورة اعتيادية. تشوفون طلاب الموجة الحمراء اللي هي موجة الإدخال اللي هي 5 بقت نفسيتها ثابتة، موجة الإخراج اللي هي باللون الأزرق. خلي اشوف ان موجة الاخراج ايش كثر قيمتها صارت، شوف مدى تحرك بصورة صحيحة. اوكي شوف اني هذه شوية شوف تلمض بسرعة، فما تخليني اقيس، احوله على اليمين، احوله على السنجل بعد ما تتغير. خلي اقيس الاخراج مالتي اشوف ايش كثر، اقول له الماكسيموم ايش كثر عندي، 1.3 فولت. شوف هنا أنا بالعشرة كيلو انطاني 1.3 فولت، خلينا نشوف الأربعين كيلو ايش قد يمرر، اغير للأربعين، هذه اسويها 40 كيلو، خلي اضفي الدائرة، شوفوها 40 كيلو، اجي شوية ايضا اوسع الموجة مالتي حتى تقريبا ظهرت نفسيتها. هسه أنا ما أقدر أقيسها، راح موجة الإدخال اللي هي شانل أي أصفرها، بقى عندي فقط موجة الإخراج حتى أقيسها بصورة صحيحة. شوف مدى يتغير هذا المؤشر، أنقر على الموجة اللي لونها أزرق حتى يبدي يتغير، شوف ذا يصعد حاليا ويا الموجة، أنقر عليه كليك أيمن، أقول له go to the next maximum، شوف الماكسيمم 2.319 تقريبا لهنا عبر لي 2.3، لو ازود بعد تردد اكثر راح يعبر لي بعد اكثر، يعني يوصل لي 2.5. واضح طلاب؟ هسه انا شنو اللي اثبتت هنا؟ اثبتت انه هذا الفلتر اللي هو الهاي باس فلتر يمر يحجب التردد الواطئ اللي هو عندما كان 100 حجب لي ما مرر لي التردد، ويمرر التردد العالي. المطلوب من عندكم طلاب شنو؟ هذا الشيت مثل ما أنا نفذت طلع لي نتائج بالمية ايش كثر، بالواحد ايش قد، بالخمسة، تكتب النتائج كلهن، وبعدها شنو المطلوب من عندك؟ ترسم الرسم باللوغاريتم شيت مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة. هذا يمثل خط التردد وهذا يمثل خط الفولتية، فولتية الإخراج. بالمئة هرتز كانت الفولتية ايش كثر؟ تقريبا صفر. بالالف ايش كثر تكتبها؟ ايش قيمتها؟ بالعشرة آلاف شوف يفصل مثل ما اتفقنا، يفصل ما بين المية والالف 10 خطوط، لكن الخطوط التوزيع مالتهن المسافة ما بينهن غير متساوية، وبالنسبة بين الالف والعشرة آلاف كذلك ايضا 10 خطوط، بين العشرة آلاف والمية ألف ايضا 10 خطوط، يعني هذه الف، الفين، ثلاثة آلاف، أربعة آلاف، خمسة آلاف، ستة آلاف، سبعة آلاف، ثمانية آلاف، تسعة آلاف، عشرة آلاف. معناه انت اذا اخذت القراءة بال 5000 ايش تحسب؟ اتخذت القراءة بال 1000 هنا وتشوف فولتي ايش قد، اخلي نقطة، اخذت القراءة بال 5000 اقول هذا 1000 2000 3 4 5 اذا بهذا الخط هنا هذا مكانها، ايش قد كانت الفولتية بال 5 كي؟ مثلا خلينا نفرض كانت مثلا 1.5 هنا تخليها 1.5 وهكذا، واضح؟ طبعا انت من تقرا الفولتية هنا الفولتية اني من قريتها حاليا من قريتها 2 اتذكر كانت 2 على الماكسيمم صارت 2.3 تقريبا، هذه 2.3 بيك،
معناها 2.3 زائد 2.3 معناها 4.6 واضح؟ فتكتبها 4.6. فهذه هسه طلاب هذه تجربة الهاي باس فلتر اللي اتفقنا انه هذا الفلتر يمرر التردد العالي ويحجب التردد الواطئ. ان شاء الله المحاضرة القادمة راح نتناقش بهذه التجربة بموعد المحاضرة، واذا عندكم اي اشكال اي استفسار ان شاء الله راسلوني على الجوجل كلاس روم، وان شاء الله ما تواجهون اي مشاكل، واذا صارت مشكلة نعرف ان شاء الله شلون نعالجها بالمحاضرة القادمة. في أمان الله طلاب.